طيب، يعني ختام الجولة ال 12 مباراتنا سموحة فاركو، مباراة تانية طلائع الجيش المقاولون العرب. خلينا نروح مع الزملاء الأعزاء من أرض الملعب، صلاح عقدة من استاد اسكندرية وخالد رزق من استاد جهاز الرياضة. نبدأ مع صلاح عقدة وسموحة فاركو. صلاح، مساء الفل عليك، اتفضل. مساء الفل على كل مشاهدي متابعي استاد مصر في كل مكان، من هنا من استاد الاسكندريه سموحه وفرق مباراه الست نقاط. هذا هو عنوان اللقاء النهارده. يمكن الجاهزين الفنيين النهارده كان عندهم كلام كتير خلال المرحله الماضيه للفريقين، جايين من تعادلين. الفريقين الوحيدين اللي في الدوري لم يفاز كل فريق مباراه وحيده فقط خلال المباريات السابقه. يمكن الكابتن طارق العشري استعد لهذا اللقاء ب 22 لاعب في معسكر الفريق بالامس. يمكن كان عنده اجتماعات ايضا، كان عنده جلسات مع اللعيبه عن الفوز واهميه الفوز النهارده. يمكن خساره سموحه النهارده هيكون فيه قرارات صعبه جدا بعد المباراه، يمكن ده عامل حسابه الكابتن طارق العشري بشكل كبير جدا. النهارده حسام حسن على دقه البدلاء، زياد طارق بره التشكيل خالص لعدم الجاهزيه، خالد عبد الفتاح غايب لانتقاله للنادي الاهلي. يمكن الكابتن طارق العشري ما فيش تغييرات كثيره جدا في التشكيل، يمكن هو تغيير واحد خالد عبد الفتاح باحمد جمال، وده يعني الدليل على ان الكابتن طارق العشري مش عايز يجازف، مش عايز يكون هناك تجاوز في هذا اللقاء. على الجانب الاخر بقى فريق فاركو اللي بيسعى النهارده بشكل كبير جدا الى الحصول ايضا على 3 نقاط. كابتن ايهاب جلال، يمكن الفريق بيأدي اداء جيد لكن النتائج غير جيده خلال المرحله الماضيه، عشان كده استعد ايضا للمباراه النهارده بكل قوته. يمكن بيغير ايضا في طريقه اللعب من 5-3-2 ل 4-4-2. انا اقول لك فريق سموحه بيرتدي الزي الازرق الكامل في هذا اللقاء، اما فريق فاركو بيرتدي الزي الاورنج والشورت الابيض والشراب الاورنج في هذا اللقاء. ايضا بيدير المباراه كابتن ابراهيم نور الدين حكم ساحه، وكابتن محمد عبد العزيز هو حكم الفار في هذا اللقاء. زميلي العزيز يحيى خد لك تشكيل فريق سموحه لهذا اللقاء. الهاني سليمان في حراسه المرمى، قدامه احمد حكم ومحمود شمال، 2 مساكين في اليمين، شريف رضا في الشمال، احمد جمال في نص الملعب، هيكون محمود حليم هيكون موجود جنبه، دودو احمد مصطفى قدام، هيكون محمد سعيد مكرونه في اليمين وحسين فيصل في الشمال، وفيرود صريح هو بواتنج فيرود سموحه في هذا اللقاء. اما فريق فاركو هيكون محمد سعيد شيكا في حراسه المرمى، قدامه مودي وعبد الله بكري 2 مساكين انكاده في اليمين، ووليد علي في الشمال باك ليفت في هذا اللقاء. 3 في نص الملعب، احمد البحراوي واحمد فؤاد ومحمود حماده، سكاري قدام على اليمين ورزق حمرون على الشمال، وعمرو جمال هيكون هو فرود فريق فاركو في هذا اللقاء. الاجواء هنا اكثر من رائع، يمكن امطار منذ الامس على الاسكندريه لكن الجو حاليا جو اكثر من رائع. اعتقد اهميه المباراه واهميه 3 نقاط هتكون مباراه جيده تليق بالدوري المصري. دي كل الاجواء والكواليس. عوده ليك زميلي العزيز يحيى حمزه مره اخرى واستاد مصر. كل الشكر للزميل العزيز صلاح عقده من استاد اسكندريه. نروح لاستاد جهاز الرياضه العسكري مع زميلنا العزيز خالد رزق. طلع الجيش مواجهه المقاولين العرب واخر المستجدات هناك. يا خالد، مساء الفل عليك، اتفضل. مساء الفل عليك يا يحيى، ومساء الفل على كل مشاهدي قناه اون تايم في كل مكان. يعني زي ما زميلي صلاح العقده اتكلم على الطقس المميز جدا بالفعل، يعني هنا في استاد جهاز الرياضه الطقس مميز جدا، ولكن حاليا بدا يكون في هطول الامطار خفيف، ولكن الجو نفسه يعني مناسب جدا لمباراه تكون كبيره، جو ما فيهوش سقعه قويه، جو معتدل لمشاهده مباراه اكيد هتكون قويه. يعني كده الفريقين ايضا المقارنه العرب وطلائع الجيش اللي بيستعدوا لهذه المباراه، مباراه مهمه جدا الاثنين، مركز 10 ومركز 13 نقطة 15 نقطة، فلا يفوز بمباراة اليوم هتكون مباراة هامة جدا ونقاطها هتكون مهمة جدا في هذه الجولة. كلا الفريقين يعني بعد وصولهم لإستاد جهاز الرياضة كان في تركيز كبير جدا من اللعيبة ومن الجهاز الفني. من المعتاد ساعات بنشوف بعض الفرق بعد وصولها للإستاد بتنزل لأرض الملعب، بيكون في جولة للاعبين، جولة للجهاز الفني في أرضية الملعب، ولكن ده ما حصلش النهاردة من كلا الفريقين. كانوا بعد وصولهم للاستاد فورا اتجهوا الى غرفه خلع الملابس، كان في حاله من التركيز كبيره جدا، اللاعبين كلهم نازلين على وشوشهم تركيز كبير، كل لعيب اللي بيقرا بعض الاذكار اللي يعني مركز فيها المباراه. المديرين الفنيين ايضا كانوا في حاله تركيز عاليه جدا بعد دخولهم الى غرفه خلع الملابس، كان هناك محاضره لكلا الفريقين، كل مدير فني اتكلم مع لعيبته على اهميه هذه المباراه وتعليمات اكيد فنيه بتكون خاصه بمباراه اليوم، كل فريق ذاكر الفريق الاخر، وهنشوف اكيد مباراه النهارده هتكون صعبه، مباراه تكون قويه هنستمتع بيها مع حضراتكم. لو اتكلمنا على فريق طلائع الجيش وغياباته في مواجهه اليوم، ابرز الغيابات اللي في فريق طلائع الجيش
هو يحيى حامد وجلال احمد وحسن مجدي. وطلائع الجيش هيلبس النهارده الطقم الاحمر الكامل. فريق المقاولون العرب غياباته النهارده يكون سافيولا، وهو اللي كان تم طرده في المباراه الاخيره امام حرس الحدود بعد فوز المقاولون العرب، هيكون غايب عن مباراه اليوم. وايضا قطه لاعب فريق يعني المقاولون العرب اللي عنده 3 انذارات هيكون غايب عن هذه المباراه ايضا. فريق طلائع الجيش هيلبس الزي المعتاد الاصفر في اسود، وهيكون شراب مختلف الاصفر عشان هيكون التيشيرت بتاع طلائع الجيش هيكون فيه الزي الاسود، فمقاولون العرب هتغير بالتاكيد لون الشراب الخاص بيها. الفريقين يعني منذ لحظات نزلوا ارض الملعب عشان يعملوا اجراء عمليه الاحماء قبل هذه المباراه استعدادا لمشاهده مباراه ممتعه. يعني يحيى كانت دي اكوانا وكواليسنا من داخل استاد جهاز الرياضه. نعود اليك مروه فلوسيه، اتفضل. كل الشكر للزملاء الاعزاء صلاح عوده من استاد اسكندريه وخالد رزق من استاد جهاز الرياضه العسكري، بشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل نواصل.